صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 71 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز شركة مساهمة بحرينية مقفلة جاء فيه. المادة الأولى مع مراعاة المرسوم رقم 54 لسنة 2021 بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز شركة مساهمة بحرينية مقفلة. يشكل مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز بعضوية كل من معالي الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني نائبا للرئيس، السيد خالد عمرو الرميحي عضوا، الدكتور محمد مبارك بن دينا عضوا، المهندس فيصل محمد المحروس عضوا، السيد عبد الله جهاد الزين عضوا، الآنسة هادية محمد فتح الله عضوا، اللورد إدمون جون فيليب براون عضوا، السيد بوب وارن دادلي عضوا، السيد توني هايوارد عضوا. المادة الثانية تكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم.